تعال الأول نسمع رأي القانون وبعد كده أرجع أقول لك على اللي أنت قلته. يلا بينا. معنا الأستاذ حسام الجعفري، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. ألو، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا أستاذ؟ ازاي حضرتك، أخبارك إيه؟ الحمد لله، منورنا في الموسم بالسلامة. الجديد. الله يسلمك يا فندم، تسلم وتعيش. قولي بقى، إيه رأيك في اللي حصل ده؟ يعني قانونا كده، إيه الليلة دي؟ والله يا فندم، يعني ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله تمام، ربنا يخليك. الله يكرمك. انا مع الدكتور مصطفى بخصوص الجزئيه ان طريقه سرد الاحداث مبالغ فيها من المراوي او استاذ جمال، ولكن هو وارد ان هو يحصل. بس هنا برضه عاوزين نوضح يعني امر معين. هو هنا خلط بين الغش والتدليس والتزوير. مره قال ان في تزوير حصل في قسيمه الطلاق. قال كده فعلا. وما التزوير ليه تعريف حضرتك في القانون، والغش والتدليس حاجه تانية. الغش والتدليس ده بياخد مسار القضاء المدني. يعني بمعنى ايه؟ يعني الغش هنا في حاله ان الاب استخدم توكيل بنته ورفع دعوى طلاق اثناء وجوده خارج مصر هو وزوجته. طبعا هنا دي طرق احتياليه وغش وتدليس، ما اسموش تزوير طالما البنت او الزوجه عامله توكيل لوالدها، وبالتالي يقدر يبطل هذا الحكم. بس هو زور امضته يا استاذ حسام. لا، زور امضته دي حضرتك لو ما فيش وكاله. ما انا عاوز اوضح لحضرتك نقطتين عشان برضو يعني باع لنفسه واشترى وعاش حياته. باع لنفسه، لو باع لنفسه بموجب وكاله ما يبقاش زور. يعني ايه بموجب توكيل؟ يعني الوكاله بموجب توكيل. طب لو هو باع نفسه بموجب التوكيل ومضى امضته. ومضى امضته، ما امضاها بصفته وكيل عنه. ولو ليه توكيل، لو في وكاله تبيح البيع. بس هو قال انا مش عامل له توكيل بيع. هو انا بفهم من حضرتك قانون اهو. تمام. هو لو عامل له توكيل بيع يجوز البيع لنفسه. هنا توكيل البيع، لو هو كاتب في التوكيل توكيل بالبيع للنفس، بالنفس وللغير، ينفع ان الحماه او اللي هو والد الزوجه ينفع يبيع لنفسه. طب هو مش عامل توكيل. ما انا بقول لسيادتك، هو عارف توكيله اللي عامله ايه. انا ممكن اوكل الوكيل في ان هو توكيل بالبيع فقط. في الحالة دي ان ينفع ان الوكيل بتاعي او اللي انا عامل له توكيل يقدر يبيع المبيع ويقبض الثمن ويسلمه لي، يعني اقدر ان انا اطالبه بالثمن اللي هو باع بيه البيع. ولكن هو لو مذكور في التوكيل بالبيع للنفس، بالنفس وللغير، كده يقدر اللي معمول له التوكيل يبيع لنفسه، وكده يبقى الاجراء قانوني. يعني اللي فهمته من حضرتك ان هو اللي سلم نفسه ليهم بقى. هو بالظبط اللي سلم نفسه ليهم. طب وان هم يرفعوا قضايا، يعني تعمل قضيه طلاق وتعمل نفقه في حاجه اسمها كده؟ قضيه طلاق دي سيادتك لما يعني ليها اجراءات وفي اعلانات، والمفروض ان هو اعلن على محل اقامته بالفرض الجدلي ان هو مثلا ان السكن مغلق او القضيه خدت مجراها وهو مسافر، كان يقدر يجيب شهاده تحركات ويبطل حكم الطلاق. هيعملها من غير محامي ازاي؟ ويشترط المحامين اللي معاه؟ مش الدرجة دي يعني حضرتك. هو لو في محامي اخطا النقابه ممكن يقدر يشتكيه او النيابه العامه، ولكن يعني هو بيهول فعلا في الموضوع. بس انا حاسه ان الرجاله كتير من اللي بتتفرج علينا تقعد تقول لك، وانا ينفع مراتي ترفع عليا قضيه طلاق وهي على ذمتي ويتحكم فيها؟ وهي على ذمتي. هو لا، هو طلاق حضرتك، هي طالما رفعت قضيه طلاق ما ينفعش اصلا تقعد في البيت. يعني لا، سيبك من الجزء الديني ده والضمير، والناس ما عندهاش ضمير، في كتير للاسف عايشين معانا. لكن انا قصدي انه يجي يقول لك ما ممكن ترفع عليا قضيه طلاق واحنا متجوزين وانا ما اعرفش. عشان يعني هم كانوا مسافرين، هي في بلد وهو في بلد. في جميع الحالات سيادتك موجوده، وفي حالات بتحصل كده. يعني ده ينفع؟ ده قانونا ينفع؟ قانونا كآلية إجراء يجوز طبعا إن الست تاخد، ممكن ترفع دعوى خلع أو ترفع طلاق حسب ما طرأ لها. يعني والمحكمة بقى بتحكم فيها إزاي؟ لو دعوى خلع طبعا مفادها إن الزوجة هتقول إن هو مسافر. لا، هو مسافر وسايبني وأنا هنا في بورسعيد لوحدي. ما هو مسافر وسايبني، أصل هنا حالات الطلاق حضرتك يعني مثلا إيه، في مثلا في قانون الأحوال الشخصية إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها طلقة بائنة. تمام؟ والزوج المحبوس لمدة 3 سنين مثلا أو أكثر، بعد سنة من مرور حبسه ينفع أن الزوجة تطالب بالطلاق. فغياب الزوج هنا ينفع أن ده ضرر واقع على الزوجة. يجوز للزوجة أن هي ترجع تمام. ده لو هي عايشة في القاهرة هنا معاه، قصدي لو هي عايشة أنا هم عايشين في يعني مع بعض، مش هم بعيد عن بعض. لو هم بقى هم الاثنين في دبي. ينفع ترفع دعوة طلاق عليهم عايشين مع بعض في مسكن واحد وما افترقوش لا سنة ولا 3 سنين؟
هو يعني هو يعني حضرتك كلمة ينفع، هو احنا ممكن ينفع ينفع ازاي يعني يا استاذ مش حسام؟ ينفع بمعنى ينفع، ولكن هو النفوس ممكن اي حد يعمل اي حاجة يعني. لا انا معاك، انا قصدي ياخد حكم، اي حد ممكن ياخد على حكم. حد اه ممكن القضية تمشي في مجراها الطبيعي لو هي عاملة توكيل لمحامي او توكيل لوالدها، ايوه بناء عليه عمل توكيل لمحامي والمحامي شغال في القضية، ولكن دعاوى الطلاق برضو بتكون حساسة. طب ده كده فممكن ممكن اي القاضي واحدة ترفع قضية طلاق على جوزها؟ ايوه يا فندم. اه ما هو عامله له توكيل عام، ما هو يعني انا يعني هي عامله لوالدها توكيل عام قضايا بناء على كلام استاذ جمال، فهي عامله لوالدها فوالدها عمل للمحامي توكيل قضايا بناء عليه هو رفع باسم بنته، وهنا يقدر يفصل اصلا الحكم بشرط ان تكون الزوجه ليست على علم بهذا الطلاق، يعني هو مش ضحك عليه او قاعده معاه وهي ضحك عليه مثلا او عارفه ايه اللي بيحصل. يعني هو ممكن يبطل كل ده عادي جدا. اه طبعا هو يبطل خلف كل اصلا حاجه، بعد ما خدت هي حكم النفقات في سنه 90 مخلفه عيل في 94. اه برضه دي مشكله، المشكله ان الحته دي حضرتك يعني جنائيا فيها فراغ تشريعي، يعني مثلا انت عارف حضرتك لو الزوجه هنا على علم بهذه بالطلاق مثلا او بالحاجه اللي تمت دي ما يقدرش يقاضيها جنائي، يعني ما فيش نص ماده في القانون بيتكلم فيها، بعكس الراجل لما يكون مطلق مراته وقاعد معاه وهو مش معرفها او مع أيوة يعني أيوة ما اختارهاش بالطلاق مثلا، دي حاجه ودي حاجه ثانيه. فهنا حضرتك يعني الـ 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 يقدر بكل سهوله يفطر حكم الـ الـ الطلاق. طب انا بقى هسال اللي حضرتك بقى، حضرتك تفيد استاذ جمال يعمل ايه؟ انا افيده حضرتك اول حاجه في حاله ان النفقات يقدر ان هو يعمل لها ابطال مقرر نفقه، النفقات الصادره ضده هيثبت بكافه طرق الاثبات ان هو كان خارج القطر المصري وان هم كانوا مقيمين معاه، دي بالنسبه للنفقات. بالنسبه للطلاق يجوز الغاء حكم الطلاق زي ما ذكرنا طبعا بشرط ان هو تكون الزوجه مش على علم ويثبت ان هي كانت متواجده معاه برضه، ولو هي على علم يجوز لو هي على علم وتم الطلاق بعلمها وهو يجوز الرجوع عليها هي ووالدها بالتعويض في المحكمة المدنية، يعني يقدر ياخد حقه منهم. بالنسبة لعقد البيع حضرتك اللي هو تم وعليه توقيعه، لو هو مش عامل له توكيل يجوز اللجوء للنيابة العامة ويتهمه بالتزوير، لو هو عامل له توكيل يجوز رفع دعوة في المحكمة المدنية ببطلان وفسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن ولسورياته، يعني هو مضى بس ما اخدش فلوس عشان من شروط البيع ان الثمن مقابل التسليم حضرتك. أيوة. هو هنا مضى باع لنفسه وخلاص، فطبعا يجوز فسخ العقد وابطاله ايضا برضه. ولو هو طلب مساعدتك انا خايف يا استاذه يقول لي ان انا اهو مشكروني لو قال لك عندي انا بقى دي يجي لي انا بقى ربنا يخليك ليا يا استاذ حسام، يوفر ورقه بس يوفر راسي جميع الاوراق. وحضرتك بقى تقول له بقى انت بقى محتاج كذا ومحتاج كذا، احنا زي ما تعودنا في قصه حقيقيه بنساعد كل الناس اللي بتبعت لنا. طبعا 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 سلام لي وعلى راسي، ميرسي جدا، ثانك يو، باي باي. كلام عظيم بصراحه، كلام عظيم. انا يعني تخيل انت تبقى قاعد تسمع الكلام ده وتسمع ان الست ممكن تتطلق من جوزها وهو قاعد يا عيني قاعد بياكل بيشرب شاي العصاري بيتفرج على المسلسل معاها وهي تطلع متطلقه منه وهو ما كانش يعرف. اه بس هو في برضه إيه نموذج ده؟ اخر، يعني في نموذج تاني نفس الشكل ده، إيه؟ الزوجه بتبقى نفسها يعني عايشه حياه صعبه جدا مع شخص قاسي جدا مش عارفه تتعامل معاه وخايفه تقول انه عايز اتطلق وخايفه تطلب ده وبتحاول ده مره واثنين وثلاثه ومش قادره، مش قادره تستقل إيه؟ ماديا، مش قادره تصرف على اولادها، مش قادره تنفصل عنه، فبتضطر انها تمشي في الخطوات دي وهي لسه في البيت عشان تمشي في خطوه ان هي تعرف تلاقي مصاريف لاولادها وتعرف تكملهم في المدارس. فالفكره ان هي مش كل النماذج دي 5 مانث، يعني اكنها عامله 5 شهور نوتس انها بتوضب نفسها بتعلنه قبل ما تسيب لا الشغل. لا انا قصدي ان هي بتعمل يعني لا يا مصطفى مش لازم تكون ماشيه، هي قد تكون ان هي عندها مشكله ان عايزه تنفصل، فايه يعني مش بس النماذج تحضر نفسها يعني في يعني انا بكره بقى ان انا ابقى قاعده جنب حد واحنا مع بعض في نفس البيت وانت بتحضر لي مصيبه، عارف اللي هو يعني بتحضرني مصيبه ومبيت النيه وفجاه تروح خالع، عارف اللي هو يعني انا قاعده شهرين ثلاثه مستنيه انا مثلا اترقى في شغلي يبقى معايا فلوس حلوه اساتل داون مثلا او اقعد في بيت تاني غير ده اطمن ان هو مش هياخد عيالي واروح قايل له ايه يلا حبيبي باي باي، ده يرضي ربنا؟ ما هو الفكره يعني انا قصدي ان هو او هو يبقى قاعد وعارف لي واحده وشايف لي شوفه تانية وقاعد مستني يا حبيبي مثلا التانية دي تتطلق مثلا، ممكن تكون متجوزه او مش متطلقه ممكن تكون لسه ماشيه في اجراءات الطلاق، فقاعد مستحملني مستحملني مستحمل فجاه يروح قالع يقول لي باي باي، ايه ده؟
هو وده ممكن يبقى نظريه مؤامره غدر عموما او فكره ان حد يبيع التاني دي حاجه سيئه جدا. بس انا قصدي ان هي مش صوره واحده على كل الاشكال يعني مش كل الناس نفس النمط. في انماط فعلا ستات معنفين، في ستات عندهم مشكله انها مش عارفه تاخد مساحتها. ايوه طبعا. وانا بدافع عن الرجاله، لا بدافع عن الطرف المظلوم، لا ليا دعوه بستات ولا برجاله. وقالوا لنا في تمساح بيضربوها نروح.